قتل شخصان على الأقل وأصيب نحو 10 آخرين في هجوم انتحاري نفذته امرأة بالقرب من مقر حزب العدالة والتنمية في مدينة بنغول شرق تركيا. مصادر أمنية أكدت أن منفذة الهجوم الانتحاري لقت حتفها في العملية التي وقعت في مقهى بالقرب من مكتب للحزب الحاكم في المدينة التي تقطنها أغلبية كردية. الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه يأتي بعد يومين من نهاية حملة عسكرية شنها الجيش ضد حزب العمال الكردستاني على الحدود مع شمال العراق عقب مقتل 24 جنديا تركيا في هجمات متزامنة على مواقع جنوب شرق البلاد.